جي تايد عملت لي الجي باد مخصوص عشاني، لان اول حاجه انا عندي نمرتين، وكمان هبقى مع اصحابي على الفيسبوك طول الوقت، ولاني بتخنق من التهنيج في الابلكيشن، جي باد بيخلي الجيمز عمرها ما تهنج مني. وبالاندرويد 4.2 هنزل اجدد الجيمز اللي بحبها. اما بقى الشاشه بتخلي عينيا مرتاحه وانا بلعب او بتفرج على فيلم. مع الجي باد بقضي اجمد اوقات. جي تايد، اندرويد لكل الناس.